أول كان بالنسبة للأغنام أو للبيت كان عملية نشل، يعني الواحد ينشل بدلو من البير، فالكهرباء سهلت علينا إشي كثير. يعني أنا بعب الخزان بالماتور وبسقي الغنم، يعني ما بخدش من وقتي 5 دقائق، فأول كنت تمضي أكثر من ساعة وساعتين وتجيب مي. دائما كنت أغسل على إيدي طبعا، يعني أحط جط الغسيل والصابون وسخن مي على النار كمان، وأحط الغسيل بالجاطة وبلش أغسل فيهم. كنت أقعد ساعتين يعني وأنا أغسل، يعني مرات أمضي وقتي كله وأنا أغسل حسب كمية الغسيل، يعني خصوصا عنده أطفال، يعني كل حين بدهم يغيروا كل حين بدهم ملابس. يعني they can right now watch the TV with the children. They can also be with the children more time because the women now have more than 4 hours free. The men, for instance, are working less because they used to bring the water to the houses. Right now they have small pumps operated by solar photovoltaic systems. بلشت فكرة المشروع إنه مركز بحوث الطاقة بال 2005، أخذ يعمل على مشاريع إنارة القرى اللي لا تصلها خدمة التيار الكهربائي. فتم تنفيذ مشروع في شمال الضفة الغربية في قرية عطوف في 2007. ومن ثم حصل المركز على منحة لتنفيذ مشروع آخر في جنوب الضفة الغربية. We started building this solar photovoltaic system which is located right now in Mnazil, in this village of 350 people. That doesn't have the rights, according to the occupation, the illegal Israeli occupation, to be provided with normal medium voltage line electricity. So the only way to get electricity to these people was to build this clean, clean and limited energy source, which is the sun energy. كل يوم الصبح على الساعة 6 بيجي الباص وخلنا على المدرسة. لما برجع بكتب وبقرأ بطلع الغنم بصرح. بجمع الحطب وبوز النار وبسخن. اقعد ايام البرد بكون في المغاره جوا وبسخن على النار برا، وباخذ جوا بحممهم وبنيمهم طوال المغرب. سقع هذا. القوانين العنصرية للاحتلال، انه الاحتلال لا يعترف بهي القرى، ويعني هدفه هو اجتثاثهم من المنطقة بهدف توسيع الاستيطان. منظمة مئة سلم هي مركز المعلومات لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة في الضفة الغربية وغزة، مشاركة عدد من المنظمات الإسرائيلية. احنا وزعنا الكاميرات في مشروع اسمه مشروع الرد بالتصوير، وهذا مشروع ناجح وفعال، واستطاع انه يوثق بعض الحالات اللي اثارت ضجة كبيرة في الإعلام ولفتت الانتباه للمنطقة هون. بس وقت وقت كمان ما فيش شيء الحمد لله اللي يصرحنا ولا يلهينا. اللي عنده ساتلايت بضل على الريموت شغال، احنا عندنا هالوكس الغاز وسرحانين معاه ساعة زمان نطفيه ونكون. انا باجي من المدرسة بقرا وبتغدى وبقرا، واذا في شي شيء بلعب بروح بحط راسي هنا. في واحد عنده ماتور هنا يوم يكون عنده سولر بنحط، ما فيش سولر بنعيد. بعجن بجلي بكنس بفرش بصفط بقفو. ايوه
بداية 2010 حصلنا على طاقة شمسية اللي انتم بتشوفوها. تفاجأنا بعد فترة بسيطة ان السلطات الإسرائيلية بعثت اختراط للطاقة الشمسية وللمساجد للمدرسة لعدة بيوت يعني انشئت جديد. Put the rock on the paper was state that the construction has to be stopped 1.5 years later than it was finished. Then later, 2 months later, they came again and they told us that they will demolish the solar photovoltaic system because according to the Israeli occupation it's illegal, which is not by the humanitarian, basic humanitarian law. So what we did is to couple with the humanitarian law, which is what people follow and what with the UN follow also, as well as Europe, United States and other countries. So we look forward to bring the media here to this place to start making some pressure on, especially on the Spanish government, which was also cooperating very much with us. So the main newspapers in Spain, the Spanish television and also the Spanish radio came here. And they tape. El gobierno israelí ha ordenado la demolición de una planta fotovoltaica construida en Cisjordania con fondos de la cooperación española. Un proyecto inaugurado el año pasado y que suministra energía eléctrica a 40 familias en una aldea de Hebrón. ناسون عايشين على صخور ممنوعين من بناء أي مسكن يعني في وسائل الحياة البسيطة بينما المستوطنين بيوت يعني مرتبة ورود مياه كهرباء يعني من اللحظة الأولى. This electricity is quite nice because it doesn't come from a very dirty like source which is for instance the gas or the petrol. يعني الطاقة الشمسية تعتبر هي طاقة نظيفة وهي طاقة بديلة عن الوقود الأحفوري فهذا بعطي أمل في المحافظة على البيئة والمحافظة على درجات حرارة معتدلة للكون كونه أنه الظروف البيئية هلأ اللي إحنا بنعيشها بتعاني من ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو مما يهدد طبقة الأوزون وهذه مشكلة عالمية. How can we solve the situation is by making practically political pressure, awareness, advocacy programs, bringing people from the UN, making civil society movements, demonstrations, political pressure, by creating structures, infrastructure like these ones, we have also political pressure. We make political pressure because we also have to engage our governments, European governments, into this fight. European governments are committed to human rights, so they have to defend basic infrastructures. There is no way to allow Israeli to destroy everything and the life of people who are very vulnerable and don't have any resources in the area.